بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية طيبة لجميع المشاهدين، جميع المستمعين، جميع المتتبعين الكرام لقناتكم إشراقات في القانون المغربي. يوم 9 من شهر 5 من السنة الجارية 2022، وبأمر ملكي تم إطلاق منصة محمد السادس للحديث الشريف. إذن هذه المنصة جاءت استجابة لانتظارات المهتمين بالحديث النبوي الشريف والباحثين عن المعرفة الدينية المؤطرة بالعلم والمؤسسة على البينة والحافظة لثروة حديثية موثوقة في زمن الرقمنة. الحاجة إلى منصة رقمية تعنى بالحديث الشريف كمرجع شرعي لمعرفة الدين بعد النص القرآني الكريم للتعلم والتبين وإدراك اليقين المطلوب في أمور الدين من طرف جمهور المسلمين. إذن تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، فواحد اللجنة مكونة من 8 العلماء المتخصصين في الحديث النبوي. هذه اللجنة كما قلنا اشتغلت لمدة سنة، استطعت من بعد الاجتهاد ديالها باش توصل الى حصر المتن اللي غيعرض على المنصة، وهو واحد النص يتكون من 10,000 حديث مع بيان المطلوب، اي الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف والحديث الموضوع اي المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة وضح سيد وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية احمد توفيق ان هذه المنصة تندرج ضمن أمانة حفظ الدين المطوقة بإمارة المؤمنين. بالمناسبة ما نساوش أن الحق الديني بالمغرب إذا أصبح غني بالمواد المعرفية ديالو. إذا تلقوا على سبيل المثال قناة محمد السادس للقرآن الكريم، إذا كإذاعة كذلك السادسة إذاعة تلفزية، كذلك تكوين الأئمة والمرشدين، دار الحديث الحسنية، إحداث جائزة أهل الحديث، إقامة دروس الحديثية التكوينية والتفاعلية في الإذاعة والتلفزيون، كذلك الدروس الحسنية الرمضان. تلقوا كذلك مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف، إضافة المجلس العلمي الأعلى، مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، وكذلك معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، وكذلك جامعة القرويين اللي هي مشهورة كاينة بمدينة فاس. إذا بالمناسبة غنذكروا متتبعينا الكرام أن اللي بغى يدخل هذه المنصة الرقمية ديال الحديث الشريف، إذا غيدخل الموقع الإلكتروني التالي حديث m6.ma.com. كذلك ممكن باش تحملوا هذه المنصة تيليشارجيوها من بلاي ستور او اب ستور، حديث m6.ma.com. الى اللقاء مشاهدينا الكرام مع اطيب المنى.